جسر أكاشي كايكو في اليابان، المعروف أيضا بجسر اللؤلؤ، وهو أطول جسر معلق في العالم وكذلك أكبر جسر معتمد على الكابلات في العالم، ويتميز بعدم وجود أعمدة داعمة له. يبلغ طوله نحو 1991 مترا، وقد تم الانتهاء من بنائه عام 1998، وهو يربط مدينة كوبي بالبر الرئيسي لجزيرة أواجي اليابانية.